دربه الله على الاعتدال والوسطية في الأمر، فنهاه عن التبذير وهو إتلاف المال في غير طائل، ونهاه عن الإسراف ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ونهاه عن بسط اليد كل البسط أن يعطي كل ما لديه، ونهاه عن البخل وهو قبض اليد، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك أي بالبخل. البخيل كأن يده مغلولة إلى عنقه لا يستطيع أن يعطي شيئا، فنهاه عن البخل ونهاه عن الإسراف والتبذير، والحد الوسط بينهما هو المأمور به. ولذلك قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. بين ذلك اسم الإشارة هنا كما تعلمون للمفرد ذلك، والمذكور أمران، ولكن هذا من أساليب القرآن، يأتي باسم الإشارة الذي هو للمفرد في الإشارة إلى الاثنين إذا قصد الوسط بينهما. وذلك مثل قول الله تعالى: لا فارض ولا بكر عوان، لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. ذلك اسم إشارة للمفرد، والذي سبق اثنان فارض وبكر، لكن المقصود الوسط بينهما. ومثل ذلك قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. لم يقل بين ذينك وهما أمران، أنه قال: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك، المقصود الحد الوسط، وهذا يدل على شرف الوسطية في الأمر والاعتدال فيه، وأن الإفراط لا خير فيه، وأن التفريط لا خير فيه، وأن الحد الوسط بينهما هو المطلوب. وكذلك هنا قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا كان بين ذلك قواما. كان بين ذلك أي بين ذينك وهما الإسراف والإقتار، كان بين ذلك قواما. فلذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس.